نلتقي وإياكم وبحضور القائد الزعيم وليد بي جنبلاط في ظروف صعبة ومعقدة. نلتقي اليوم في إطار الهيئة العامة للمجلس وفي رحاب داركم الجامعة، واسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم بالضيوف الكرام الأخوة المشايخ الذين أردنا أن نتشارك وإياهم والقيادة السياسية الرأي والموقف حيال الأوضاع الراهنة في جنوب لبنان وفي فلسطين، كما تشاركنا الرأي والموقف منذ أسابيع قليلة حيال الأوضاع في السويداء العزيزة، وأكدنا تضامننا مع أهلنا في تحركهم السلمي للمطالبة بحقوق أبناء جبل العرب بالحياة الكريمة والعيش اللائق، وفي مطالبتهم باحترام الدور الوطني والتاريخ النضالي والتراث التوحيدي لجبل سلطان باشا الأطرش الذي ما كان أبناؤه يوماً إلا مدافعين عن وحدة سوريا واستقلالها ومنادين بالحرية والعدالة والمساواة. وها نحن اليوم وبعد التشاور مع وليد بيك نتداعى للقاء مجدداً قبل أن يتداعى البنيان، لكي نطلق النداء الإنساني أولاً بضرورة لجم آلة القتل والتدمير والإجرام الإسرائيلية بحق الأبرياء سريعاً، وبوقف التمادي في اغتصاب الحقوق وانتهاك الكرامات والمقدسات، ولنوجه صرخة للعالم ولعواصم القرار ليتحركوا من أجل الاتفاق على حل عادل للقضية الفلسطينية بعيداً عن الهيمنة والقهر وسفك الدماء. وقد تآمروا وتوانوا وصموا آذانهم طويلاً، ولو أسرعوا في إيجاد الحل العادل لكان وفروا الكثير من الدم والمعاناة اليومية على الشعب الفلسطيني المجاهد وعلى المنطقة بأسرها. والحل العادل لا يكون إلا بالاعتراف بحقوق هذا الشعب وحماية كرامته ونبذ التعصب والعنصرية ورفض الاحتلال وطرد شبح الحرب من سمائه، والاعتراف بحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة والمطلقة السيادة على أرضها، فيتمكن إذاك الشعب الفلسطيني من ضمان مستقبل أبنائه، ويتمكن اللاجئون منه من العودة الكريمة إلى ديارهم، وينعم الجميع بالاستقلال والازدهار. أما إخواننا الموحدون الدروز في الجليل والكرمل والجولان فهم أدرى بواقعهم، ولكننا حريصون على صيانتهم وسلامة مجتمعهم لما تجمعنا بهم من روابط الدم والروح والتاريخ، وتوحدنا وإياهم الهوية العربية الإسلامية التوحيدية. فالعقيدة الدينية موحدة، والمناقب المعروفية هي هي، وسمة العنفوان والتجدر بالأرض واحدة وأصيلة، والتراث الروحي والاجتماع المشترك غني بالعبر وبسير السلف الصالح الذين كانوا وما زالوا أوتاد هذه الأرض في بلاد الشام وحراس المعتقد والمجتمع منذ مئات السنين. والعلم المخمس هو ذاته هنا وهناك بمعناه الروحي وبمغزاه الجهادي وبقيمته الاجتماعية الجامعة، علم يرفرف فوق دور العبادة وبيوت الخير ومؤسسات الطائفة التوحيدية وفي المحطات المفصلية من حياتنا، ولا يرفع في غير مكان أو لغير هدف، إذ من غير اللائق ولا المسموح به أن يستغل علم الآباء والأجداد ليرفرف إلى جانب علم دولة محتلة أو جماعة خارجة على القانون. وفي هذا المجال استنكرنا ما تسرب عبر وسائل التواصل
من فيديوهات مركبة اختلط قديمها بحديثها، وقد تواصلنا مع أخوة لنا بهذا الخصوص، فصدر موقف مقدر من مشخة العقل ومن إخواننا في فلسطين يعلنون فيه رفضهم لهذه الرواية، وذلك في اجتماع تشاوري عقدوه وأكدوا خلاله أن الطائفة كانت ولا تزال من دعاة السلم والسلام رافضة قتل الأبرياء والأطفال والمدنيين العزل، مشيرين إلى دورها كجسر للسلام وللتعايش بين كافة الطوائف، وتوجهوا إلى عموم أبنائهم بالامتناع عن استخدام الرموز الدينية في غير محلها، إذ إن العلم المخمس كان وسيبقى رمزاً دينياً فقط، داعين إلى ضرورة زيادة التوعية للشباب. أيها الأخوة الكرام، موقفنا واضح وصريح تجاه ما يجري من عدوان وإجرام بحق الشعب الفلسطيني، وقد قلنا منذ اليوم الأول إن ما حصل كان نتيجة لسلسلة طويلة من الاعتداءات على المقدسات والأراضي وعلى أبناء الشعب الفلسطيني، ونتيجة لصمت العالم ولخنوعه أمام صلف إسرائيل ومن وراءها، وقد آن الأوان لوضع حد لهذا المسلسل العدواني والانحياز الفاضح وازدواجية المعايير والقفز فوق القرارات الدولية والاستهتار بالمبادرات العربية وبالتسويات المنصفة. أمام هذا الواقع الميداني المعقد، دوامة العنف المتصاعدة وردة الفعل الوحشية على غزة، طالبنا المجندين العرب في الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن المشاركة في قتال إخوانهم الفلسطينيين في حرب الإبادة المدمرة، وحيينا المعروفيين الأحرار الراسخين في أرضهم وهويتهم. وأمام المناوشات الحاصلة في جنوب لبنان والتحليلات المتضاربة حول احتمال توسع الحرب، قلنا بواجب الدفاع عن الوطن إذا ما تم الاعتداء عليه، ولكن ناشدنا المقاومين المجاهدين كما ناشدهم أولاً وقبل الجميع وليد بيك بألا يستدرجوا إلى الحرب، لأن كلفتها ستكون باهظة جداً على بلد كلبنان يعاني ما يعانيه من فراغ رئاسي وتشتت سياسي وانهيار مالي واقتصادي، إذ هو بحاجة إلى علاج داخلي قبل أن يدخل في علاج الخارج، مع الاحتفاظ بهيبة المقاومة والاستعداد لأي طارئ، وإذ ذاك فكلنا نكون معنيين بواجب الدفاع والاحتضان والوحدة الوطنية. إننا ندعو إلى مواجهة الأزمة بتماسك داخلي على مستوى الطائفة وبتلاق وطني لتحسين الداخل اللبناني وتفادي الانهيار الشامل، بإزالة العوائق المصطنعة أمام انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء التعيينات الأساسية في المواقع الحساسة وأولها في رئاسة الأركان لجيشنا الوطني، علنا بذلك نستطيع أن نواجه المرحلة الصعبة والمجهولة الأفق بمزيد من الوعي والإرادة الصلبة، وبمواكبة ما أطلقه وليد بيك من نداءات ومواقف تنظيمية على رؤوس الأعداء، وكان لابد من هو غير مستحب. موجه للخلوات الموصية لحسن المعاملة والانضباط والتنظيم في حال حصل نزوح وفوضى، ولنا في القيادة السياسية الحكيمة ملء الثقة والاعتزاز بمواقفها العقلانية وبمبادراتها السباقة لاحتواء الأمور وتغليب مصلحة الوطن على ما عداها، وسنستمر في العمل
ولن نتوقف بعون الله لتعزيز الصمود الاجتماعي والثبات في الأرض، كل في مجاله وحيث يستطيع العمل والخدمة. وتحت هذا العنوان سيفتتح المجلس المذهبي بعد 10 أيام وبالتنسيق مع وزارة الثقافة معرض بيروت الأول للمنتجات القروية في قصر اليونسكو. إذا لم تحصل تطورات دراماتيكية لا سمح الله، لنساهم مع أهلنا في تأمين تصريف إنتاجهم ومع العائلات البيروتية واللبنانية في تعزيز صمودها بالتموين من خيرات الأرض ومن أيادي الخير والبركة. لن أطيل أكثر، فوليد بيك أولى منا بالكلام وبرسم صورة الواقع وآفاق المستقبل، والمجال مفتوح أمام الجميع لتبادل الآراء وتقديم المداخلات ذات الصلة فقط بالموضوع، موضوع الجلسة، أملاً في توحيد الموقف والرؤية مع الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا ووطننا من كل سوء. وأهلاً وسهلاً بكم. شكراً.